توليب خانم. تعا مجد، روحي على شغلك خالدة. أنا كنت رح أتصل بحضرتك مشان أعتذر عن اللي صار، بس بصراحة ما كان معي رصيد. تفضل اقعد. تعرف ليش بعتت وراك مشان تجي لهون؟ لا، بس شو ما حكيتي وشو ما عملتي فيني قليل وعندك حق فيه، بس الحب اللي بقلبي حب أعمى. هذاك اليوم لما شفت وسمعت الحكي يعني طقمخي طقمخي نظامي وما قدرت اتحكم بأعصابي. ها، انت عم تحكي عن هداك الفيديو مو؟ ليش انت شايف الفيديو؟ جوري اليوم حكت عنه إلي ولعمر، كانت متفاجئة ومقهورة، وهي اللي طلبت انه ما نشتكي عليك للشرطة. مجد، جوري بتحبك وعشقانتك، بدها تتصالح هي وياك. بس يعني كانت عم تقول انها عشقانته لهداك بالفيديو هيك حكي. عن جد انت واحد غبي كتير. انا؟ ها، البنت اللي أرجتك الفيديو اللي ضايقك، شو سبب تصرفها هاد؟ أنا رح أقلك، كان بدها إياك تتزوجها مزبوط ولا لا؟ يعني هالاحتمال كتير وارد. يعني أنت أول ما شفت الفيديو جنيت، حتى بدون ما تفكر وبدون ما تسأل حالك تهورت وعملت هالحركة، تمام؟ انت شو عم تحاولي تقولي؟ يا بني ادم، انت بحياتك ما سمعت بشي اسمه مونتاج؟ لك مونتاج، مقطع من هون ومقطع من هون بتجمعهم وبصيروا مقطع واحد، حتى على الموبايلات عم تزبط. هلا ميرا الهبلة ممكن تفهم بهالاختراع؟ ايه مجد طبعا، لو كان في هيك شي جوري كانت بتطلب انكم تتزوجوا بسرعة. طيب ليش ما رفضت؟ لا انا هالشي ماني عم افهمه، ما عم يفوت براسي. شفت انك واحد اهبل ومو رضيان تسمعني؟ وقعت بفخ وحدة مثل هي وصدقت الفيديو تبعها، بس نسيت تصدق البنت اللي بتحبك. عن جد مو هاد اللي عملته انت؟ لا انا لازم موتها. ما تعمل اي شيء، ارجع واقعد مكانك. العمى شو طلعت واصي؟ ماني منيح مجد ولا تقاطعني، لو انت ما اعطيت البنت شوية امل ما كانت تجرأت تعمل هيك شيء. انسى، شيله لهالحكي على جنب. إذا أنت بدك تتزوج جوري وناوي عن جد، وعدني إنك ما رح تقرب على هديك البنت ولا تحاسبها أبدا. جوري أصلا من هالشي خايفة كل الوقت. العمى من وراها كنت روحت الزلمة. هلأ مشي الحال، البنت من العيلة، وإذا عملت شي بالبنت مفكر إنك رح ترجع تفوت على هالعيلة كمان؟ مفكر رح ترجع تشوف وش جوري بحياتك؟ لا، هذا اللي بدك يا معقول؟ معقول يكون بدي هيك؟ أنا كل عمري ما عندي غير حلم واحد، هو إني أتزوجها لجوري. صدقيني. إيه منيح، من بكرة معناتها كملوا تحضيرات العرس مطرح ما وقفت مشان ما يصير تأخير. يلا عن إذنك.